السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة الطقس اليوم في الجزائر: أمطار رعدية في 5 ولايات. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، ويلا مع بعض نشوف حالة الطقس. توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود في 5 ولايات جنوبية. وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إن الأمطار ستتساقط على كل من ولايات عين قزام، برجباجي، مختار، تمنريست، جنت أولسي. هذه المناطق التي ستتساقط عليها الأمطار، وسوف تكون أمطار رعدية شديدة.